الدقة تاع اليوم بدات منا. كان حكمنا الفيد عبدو قال لي نروحوا للبارية ناكلوا قرنطيطة، وكما كان الحال رحنا شرينا زوج مرصوات قرنطيطة. يا خوتي درت لها رطل الهريسة ما حبش تحرق. راني داير قلت لها هريسة ما حبش تحرق. صابني ديك تاكل هريسة حرة؟ تبعني ها 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 وتحمس ها دينا المرصوات معنا اون بورتي. قال لي تبعني نطلعوا للدار دقيقة نعاودوا نهبطوا ديك تاكل هريسة واعرة. هاك الكاسكروطات اصبر شدهم خليهم عندك شد شد. صاحبي يرحم بابك ما تحسينيش وانا رايحين خويا. اه مريقله هذه البصمه درتها في جبهتي باسكو حينوض لي قرون عندك. ركبنا في سياره اجره دي مارينا وبين رفدنا الكاسكروطات معنا باش نديروا لهم الهريسه. شو الجو تاع اليوم كان باج كان اسورتي مع لي باليز. تقول قهوه حليب صخج دعويره. يا خوتي شو كيف راهو معور. تقول المسيح الدجال. جبت الباسبور معاك صايب باسكو هكذا درت لي نروحنا لوهران ما جبت. اه ما قلت لكم شيخي عبدو عم بالو كي تروح من الولايه للولايه لازم لك باسبور. قال لي لازم في كل دخله تاع ولايه يقلبوا لك باسبور في بومبايسونس. هنا كانت الزوج ونص كنا في الذروه تاع القايله. تسمع وحدك راك سيفي تحط حبه بيضه مغليه برا تذوب تعاودوا لي خضراء. شت صايب بسبب قريب هربوا علينا. وانا راه ايه رانا صايب تاكل هريسه انا ندبر راسي. مشينا شويه طلقوا لنا الاغنيه تاع اليسا في الكار. حسيت روحي رانا في فيونساي. صايب راح نجيبوا الطبق. شوفوا مليح في هذه لاكسيون طونوبيل بيضا كانت حد دوبلي الكاميون. شوفوا اسرى خوتي هي غير دوبلاتها دوبلاتها نورمال ما صرا والو. شحال تحبوا دراما. شوفوا في هذه النوامر تاع البلايص 34 35 42 عبدو قال لي بسي في هذه البلاصه يريحوا 42 واحد. المهم بقينا نمشوا حتى طاح الليل. سيب ساندويتش مات واقي مسكين شن النعمه يا نور اركض اوراقد برك اوراقد صراحه. بعد ما ضربنا طزينا سوايع وحنا نمشو شو خرجنا في هذه البلاصه لقينا الطوموبيله دايرين لاشان. اه وقال جا الحليب درت لعبدو قلت له فهمنا دوكا وين جبتنا. قال لي ولا ما نقول لك اهبطنا. قال لي فاشي تسقسيك شو واحد ورانا. قال لي ولا غير مفاشيك وما نسامحكش. اه خرجنا في الحدود ام الطبول شو المطريك تاع تونس. اه ولا غير رانا في الحدود. جبتك لهنا تونس باش الكاسكروطات هذوما تاع القرنطيطه نديروا لهم الهريسه. جبتوا الباسبور تاع جبت معايا السر خويا هاهم يكفوا هذا. اه جبني حتى لتونس باش نديروا الهريسه الكاسكروطات برك. احنا ما نسحقوش الدراهم خويا احنا ندخلوا نديروا الهريسه للكاسكروطات ونعاودوا نجوا. واش مو الدينار تاعهم؟ دينار تونسي وهذا الدينار تزيري. ونحيا عرفوا صاحب كش ما كان تزيري وخلاص كش ما كان تونسي وخلاص. وش تدير الناموسة في يد الماسون؟ الحمد لله اللي جابنا لتونس برك ما خرجناش في مالي ولا النيجر. لا علينا هنا كان أذن الفجر لقينا وحدة القرعة ثم توضينا بهم شفنا القبلة وين في الابليكاسي وصلينا. خويا هذا الماء مليح نشرب؟ لا ما اختلش يسمن. ما سمن أنا نشربها كاع. صافي إذا شتني ما تعرف اللي يسمن. كان شوية بزاف الغاشي ثم في الحدود استنينا ريحنا في الطريطوار حتى طلع النهار وجينا داخلين. صافي دنا الحدود وما زدنا ضربة زيرية نورمال. هنا في الكار كان فلاريير وانا كنت في لافون. عيط لي ابل فيديو قال لي باش نكمل كونيكسيو وقلب يخلص ديلي وما زالت لي تخمم تاع الجزيري. وهوني دخلنا لتونس الحمراء الخضراء ملالا احمى الموسيقى ويني يا اخي. سيبتي العزيز صافي عجبتك تونس؟ مولا الكار رمانا هنا في حي سليمان الرياض رمانا قدام بلاكه مسروعه مسخانه. لازم نشوفوا كاش كارغوتي ونديروا الهريسه. صافي بيعوا قرنطيطه؟ صافي القرنطيطه في تونس شو يقولوا لها؟ قرنطيطه برشا برشا؟ دي مارينا في القايله الله يسترنا وصلنا في القايله واحده اخرى، بصح القايله تاع تونس جونتي على القايله تاعنا، تاع تونس قايله. مش كفا ولا بصح؟ الفيراج الاول لا الفيراج الدوزيام لقينا وحده الفاست فود. اي عبدو جا داخل قال لي نقول له دير لي شويه هريسه، وكيما كان الحال جبد هذاك المرسو طاهولو وقال له دير لي شويه هريسه. دار هريسه تاعو في الكاسكروطه هذاك وجينا رايحين. حبيت تاكل هريسه هاي تشوط. صايب تاكل؟ هو غير كل وحده التمر. هذا بري هذا البلايص هذا ما ياكلوش. باش نحسوا بها الله خلاص هو توانسه. اي زيد تبعو تا هذا دوكا دخل الحانوت قال لي نشرو قرعه ما حرقتني الهريسه. والمشكل وين حب يشري بالدينار تزيري بالسيف. قال له لا ديريكت السيد وش حيدير بالدينار تزيري باينه بلي ما حش يبيع له. صابني حس هذا الماء اي عندي 10000 قلت له بيع لي ما حبش. افتح افتح صايب انا قلت له. لقينا وحده العين قال لي افتح لي نشرب حنموت في هذه سخانه عينو نشفت ضربت نص ساعه وانا ندور والو ما حبش يسيل. واش بغيت ها؟
سيد قال له ادخل القهوة يعطيك تشرب الماء. كاس ما نشرب ها؟ طعنا كاس ما بيض. وش هذا بيض؟ طعنا ما صار. في كاباج في الدواء. كاس ما يخرج منه الدخان. شو كاس ما تاع البحر؟ اه شو باطر عينيه سروقة. باقي سوري صاحب. احنا في الجزائر تلقى عينيهم مقري. قال لي ندوه معنا نحسنوا به الناس تاع اللي باطر في الجزائر. قال لي ندوه معنا للجزائر نزخوا به نقولوا لهم ذيب. قلت له عبدو شحال تسميه؟ قال لي نسموه مهند. وما زالت رحلة البحث عن الماء متواصلة. صاحب دار الفرقة نصبو نبيتو فيها هنا. كومبيو صاحب. امشي امشي. صاحب. زعما كان راحوا الجزائر نقول لهم كون فينا في تونس. وبينما نحن نتمشى تحت أشعة الشمس حتى عبدو قال لي نعيط لشبهته في التليفون خلاص ما قدرتش. ريحنا تحت واحد الشجرة والتليفون بدا يصوني. ارفد شبهته. ارفد. الو الو. واش كاين علاك تعيط؟ اه مش بهداك مليح. على بالك باللي نوصني مرقد؟ اه اسمعني يا مش بهدا والله ما على بالي عم بالي ملي مزرك فاطم. واش تسحق راي قايل ازرق؟ انا في تونس على بالك باللي حصلنا على مش بهدا يا ودي ما لقيناش فينا بيت وما عندناش دراهم. حنا دراهم تاع الجزائر ما حبوش يشدوهم عليا زعما ما يحبوا المعرفه. مش بهدا شوف لنا وين نباتوا هنا يرحم بابك شوف لنا كاش بلاصه. في قيطون مبات معليش. حنهضر لك زوج كلمات وكوبي ديريكت. روحوا دوروا ادروات امشوا 20 متر تلقى واحد يبيتكم ثم كوبي زرب. صافي روحوا زرب زرب. رحنا درنا ادروات وتبعنا كلام شباده بدينا نمشوا 20 متر لقينا هذه البلاكه. صايب هاولي هو دوت كوم توتا. هذا هو. السلام عليكم. سلام. كيف اخويا لاباس؟ لاباس. انتم اللي بعثوكم ليا؟ ايه حنايا. يا خويا مرحبا بكم. طيب حفظك. قالوا لي عيطوا لي على جلكم داري يزرب لكم. ايه بعثنا شبهده حنا يا خويا. اه يا مرحبا بكم. عندكم دراهم؟ لا لا ما شاء الله. لا لا خويا عندنا ما عندك. من عندك؟ امي كيف صورت؟ هاي هاي ماشي مشكلة مرحبا. هذا واحد بشدوا عليا في القهوة خويا سمع ليش في القهوة يشدوهم. شبهده بعثنا هذا السيد دخل باش يريزرف لنا لدخل الاوتيل. دخلنا من فورطاي على الاوتيل يدخلوا لهم فورطاي. وجينا داخلين معاه باش يريزرف لنا شنابر. خويا عندكم حوايج؟ جبنا لك حوايج. ادخل. دخلنا مع السيد تاع جيم فواياج قالنا يوم معايا باش نعطيكم مفتاح تاع الشومبرا. مرحبا بك مرحبا بك عايز الخير. يا ديماري هربا. شو استغفر الله يا ربي. استغفر الله يا ربي. خويا عطيني كاس غاز حلال. كوموندينا كاس غاز حلال وعطاونا لي براسلي قالوا لنا تقدروا ديروا بهم كلش داخل لوتيل عبدو. صبر روحوا بها للترك. صعيب الناس كاع عندهم فاليزات غير احنا. عطاونا المفتاح دي دونتيتي تاع الشومبرا 2039 رحنا فتحناها باش ندخلو. الله يسترنا يا رب لقينا حوايجنا لداخل. دخلنا لقينا الفاليزات تاعي وتاع عبدو ثما. حنا غير دخلنا الفيكس تاع الشومبرا بدا يصوني. رحنا ديريكت رفدنا لقينا شبه ده يهدر. الو صهيب هاك صهيب هذا يهدر معاك شبه ده. سمعوني قبل ما نرقدوا باش ما تعاودوش تعيطوا لي على بالي بلي بخصمكم دراهم تلقاهم لداخل واحد الحطبه ثم في الشومبرا تاع الاوتيل. هيا هيا. لا لا قلت لك في حطبه تحت صوي. رحنا ديريكت بدينا نحوسوا في الشومبرا على هذه الحطبه وراهي باش نتجبدوا الدراهم اللي خلاهم لنا شبهده. لقينا هذه الحطبه فوق لاكوافز شغل لاكاف بدينا نحوسوا فيها ما كاش الدراهم صوي. هاش مش كيف توعنا شبوا 10000 صهيب. حطينا دراهم تاع تونس فوق البوطاجي تاع لاكوافيز ويوم معايا نوريكم الشومبرا كيف دايره ما تغركمش المظاهر. بون هذا تلفزيون كان بلازما نظلو كيس في ظهره ولا هكا كادر هذا اذا عرفتوش مرسومه بزقل على وجهي طابوري. ندخلوا للصال دو بان شو باكي زنده ما عندك صابون. ودوك نشوفوا البالكو تاع الشومبرا على من يطل. صاب صاب مغلوقه هذه لازم تخلص. شو لقيت صايب سنسله جاتني مليحه. خلينا نقرا وجهنا في الشومبرا وجينا هابطين لابلاج. صباب ورا تبان الصابلات. وهذه لابلاج بريفي تاع لوتيل سخانه كانت تعدير تحدي في التيك توك وتفرغ فوقك كما في راسك. مزيان جينا عباد وعدنا عقل وما درناهاش. المهم هبطنا لابلاج. وشنو هذا كيوي؟ شو تقول جوز الهند؟ وش من جوز الهند؟ شو كيف مواسي هذا رفيس الهند؟ عبدو قال لي نعمرو شكاره نروح نعاودو للبيع في المارشي تاع نابل. المهم لابلاج دخل كانت مقيه. عبدو قال لي ندخل نعوم. شو مشى 40 كيلومتر مازال يلحق له الماء للجونو. شو الغده الدارقيه زعما قعدوا دار روحو يغرق بدا عيط شويب شلكني انا
عصامي شت واحد غرق ومغرقش راسو غير يديه ورجليه. قال لي الماء تاع البحر تاع تونس مالح، ما فهمتش على تاع الجزائر حلو. قال لي لا لا قصدي حار فيه الهريسه. اه نيو 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 رياتهم تم اكفور. ولينا لوتيل لاجونس دارو خرجها في الليل في ترانسبور، خرجنا معاهم وصلنا الحمامات كنا جيعانين. دخلنا لهذا الريستورو شيك، دخلنا للسانيتير عاودنا خرجنا. يا خي على بالكم عبدو مرفوع عليه القلم، شو نحب يتصور؟ قال لي بالسيف هنا. اهبط يا عبدو، قلت له يخرج لك السيد. يا من ابد يا من ابد حتى خرج ليه السيد، حاوزو باش برد شماعة تاع البحر. وضربنا دورة في تونس في الليل قبل ما نولو لوتيل. شحال شابة تونس في الليل. ولينا في الليل القرعة تاع الماء اللي حطيناها فوق لاطاب ديني ولقيناهم غلا ومسخانة. رحنا لا ريسيبسيو كرينا في الجدار صغير 5 دينار للنهار. المهم خلينا من الفريجيدار نصوتو ديريكت الغدوة من ذاك. نضنا شوية بكري صباح ربيع 11، انا لبست كيوكيو صفرة في رجلي، خملنا شومبرنا عندك وجينا خارجين. غير خرجنا قالولنا كاين خرج اليوم الباطو بيرات تاع لاجونس، قالولنا تجو معانا الباطو بيرات. قلنا لا ما والا لا، ورحنا معاهم باش نبانو زعما هذوك اللي عندهم شخصية وما مش حابين، زعما هذوك اللي دايما يجوا عكس الناس. بديت نقاري في الكيوكيو داخل الكار شوية أغوش أدروات أمبري أفريني أفونسي شوية لاريار زي أيد قارات بانك تخي مرات في أمن الله. كنت عيطة في إمام دارونا السحور شو بس ما بخكش واحدة حابة تتزوج بيا دي مارينا. أستير ها شتو وريتكم بليغة عينتوني او راح لها بارشوك. لا علينا، وصلنا الباطو بيرات. عرفها سلمى الفيديو الذي ابكى سكان العالم غربة، عبدو دار عفسة تصلح في حياته وجاب لنا تيكيات. المهم وجينا طالعين في الباطو بيرات، شو بارازيت مازال ما طلعناش كاع، لقيتو طلع الفوق وجهبط زاد القعيبه دي اللي سقوا في الباش طلع للساق معاهم. شو هذه الميديسة قد منها، فيها 1200 فولت، فيها تريسي دي قص الباطمة تاعنا يغزك كان من رومة قرصك شاذي. المهم ودي مارينا عم حوزوني من البابور قاع. خوتي ليكم هذه اللقطة، عبدو سويسيدا سويسيدا ما تشبكش. انا قلت له يا عبدو راح على رجليك، قال لي غير على راسي. شو ما راح لا على رجليه لا على راسه. شبك بتريكو ما تكمل عام، شو ننشر تريكو عمله في دار مانو. راح نفيقا سربيتا وراح ريح مليك بدا ياكل في واحد الماكلة طاوها ناثم في البابور. طاونا سنيوك شغل ريستو تاع لافاك، كمش سباقيتي طزينا شلاضة، قنبوعة خبز شلخص كالوب وحدة صوريط وفرشيطة للأكل بين. كلينا الحمد لله وجينا خارجين. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قبلت زحمة صاحبي شفت هذه الفلاصة اللي هرب علي الخار اشتا يا صحابي صاحبي نزل روح للتواليت يهرب علي الخار ولا غير عاودتها صاحبي وقت شوف. نشفنا شويه في هذيك السميشه وجينا داخلين للسوق العربي تاع سوسه باش ندخلوا نفطروا ثم باسكو ملي نوضنا مازال ما كلينا والو. حبسنا في هذه القهوه باش نشرو قرعه ما هنا في تونس قهوه. احنا واش نقولوا قهوه؟ نقولوا له قهواجي. هم يقولوا كابوسه كابوسي كابوسي. ايو هاميو هنيو في الدخلة لقينا بنزيما لو كان ديسبيتا في الرابطة الوطنية لكرة القدم. قال لي نشرو هذي، قلت له عبدو لهلك قال لي سكرف اللي ما يحبوناش. الله يسترنا يا ربي. كسكيطة تاع كريم الجانج. كرطاب مخدوم بالجلد تاع البقره. هذا الكرطاب تاع هذاك صاحبك في ليكزام يقول لك وريلي، توري له يقول لك وين نديرها، توري له وين يديرها يقول لك كيف حسبتها. كاع نعرفوا واحد اللي يلبس كبير في رجله، الحانوت اللي يدخلوا له ما يلقاش بوينتور قدو. انا نعرف واحد هنا يلبس في رجله بلاطا يمشي بالبوينتور كابابل. هذه البليغه تجي صغيره. صاحبي بيع الكلاوي يروح زعما ماكش مقيمني صهيب. اه زعما في تونس بدل لي العقليه معليش. الله غير درت له ديقه دوك تشوف شويه ماكش صرت كش عفسه.
انا ما على بالوش وكنوري له. واش دار صهيب انت؟ انت ما حبيش تقيمني صهيب، واش راح ندير لك؟ هاي نوري لك صهيب، خويا ادوني للحبس. عمري مريض مريض. اهو خوتي خلاص طفح الكيل، راني راح للارشيف في البلديه ولا في الدايره، نقول لهم عطوني وين زيد عبدو، نروح للسبيطار وين زيد نحوس على الطبيبه اللي زيداتو، نقول لها صارحيني اسكو كي زيد خبطتوا له راسه في كاش بونك ولا طاح لكم على راسه، ولا كي جيتوا تقطعوا له السره قطعتوا له عرق في راسه. عبدو حندير لك كيما هذيك كيما هذيك، اذا خرجتك معايا المرشي. هنا لقينا واحد الفاست فود تاعهم، دخلنا باش ناكلو كشعفسة، قلنا له خويا واش عندك لي ساندويتش؟ كان حاب بدا يقولنا واش عنده في الميني، قالنا بون فما ملاوي بسكالوب فما زاد. عبدو قالو ديريكت عطيني ملاوي. تباهي بشويه تصح الواش انت، ما خلاش يكمل هضرته كاع، وصدقوني ما على بالو شنو هذا الملاوي، مهم ياكل. المهم جبنا هذاك الملاوي وبدات عمليه القضم. خويا جينا عطر تعطينا قرعه جيزوس، كملنا كلينا الحمد لله وجينا خارجين. شلحتني الصاب عملك سواد حبي جريزيني خوتي، باش كون على بالكم الفرق ما عندوش حتى كذب سواد صح ما عنديش. عبدو قال لي هاليك دياري بودره انا عندي. تنسى تنسى ابدي تاع رجال يا خويا، جيت تاع رجال هذا شاي يخرط صاب. واش رايك سمعتنا هذه تولي تاع رجال؟ لا حشي ماجيستيك سبوزيو شحال يديرو هادو خويا؟ حبيبي عندنا برك منا تخرج درام بالكارطة تاع لوتيا. اوه خرجوا هذاك تمسخر خوتي. شو شو دار في رقبتو هذيك السنسلة تاع لافابو شتوه؟ صايب هذيك الواحد دينار اللي قلتي شدها لي شيت بها بنبولة. شو لقينا؟ كوشة طابلة هو يبيع في الحبز. ملحة خبز اليابة الصاي داري ناكلو في الدار صاي كي هنا رموس حنا يطولي لي ناكلو في الدار صاي. بصور لي هنا هذه الجبانة ندي واحدة اليمة وش ديلها جبة؟ لا لا صاي بصور ندي لها تصويرة برك صاي. كي كنت قايسة وش قال لي؟ قلت وش حال هذا؟ قال لي الكعبة. أنا قال لي كعبة صاي حلق هذا من الكتيبة هذه تعرف لي بات تاعك كيف حيط راسيهم لك تيك لي ودب زم لا لا لي معاه في صوهي بالمشهورة تيك توك. صوهي حنا صار مشهورين في تيك توك. المهم عاودنا طلعنا في خونسبور وجينا مولين اللوتيل. لباس قميص ملي متوضع صوهي مش مرحلش لفظوه. صاحب الراحة حنموت صاحب. وقف فعلا وقف نورمال. كيفاش نوقف صاحب؟ وقف يا خوتي. قال لي بيسين غرقة، قالوا لنا كاين بيسين وحدة أخرى مليك فيها لي طوبوكون ومشي غرقة بزاف يا جينا رايحين ليها. شو الصوت اللي راه يدير فيه البليغة؟ تقول رانا نلمطو برجلينا، تقول تيلي طابي زم يمشو. أحي صاحب عندهم لابوليس في لابيسين هذه. شو خلى لي طبقه قال لي فيهم الماء شو نبدا يجري في الطبقه اللي مطفيينها وما تمشي شو باش تفهموا هاي الطبقه اللي زحلق فيها شكفه مواسيه ناشفه وبدينا نزحلق شويه في لي طبقه هذوك. اعزائي عزيزاتي المشاهدين شوفوا واش دار هنا. كنت هابط في الطبقه قلت له عبدو صورني بما نحرق لكمش الاحداث نخليكم تتفرجوا الديقه وحدكم. شكون طفى الضوء؟ خوتي هبط بالتليفون. السلام عليكم. حرق جدا ماليه يتحاموا فيه بالفور كومبلي ما يسقموش هذا. المهم هنا خلصت الرحله تاعنا في تونس. اللي حاب يروح مع لاجونس هذوك اللي شدونا ثم جيم فواياج تلقاهم برومي كومونتير لاباج تاعهم ابحثوا لهم ثم وتلقاو انستغرام تاعنا برومي كومونتير ثان صايب وين عبدو 09